إيجاز من غرفة أخبار القناة الجامعة المغربية، مرحبا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينك إن التجربة في أفغانستان أثبتت أنه لا حل عسكريا للصراع هناك، فيما تدرس واشنطن نشر قوات لها في إحدى الدول المجاورة تجنبا لحدوث فراغ أمني في المنطقة. وصف الكريملين سياسة العقوبات الأمريكية ضد روسيا بغير المقبولة، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي يدرس إجراءات للرد عليها، في حين لوح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بإمكان واشنطن الذهاب إلى ما هو أبعد. شدد المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع، وبينما كشفت الأمم المتحدة أن الشهر الماضي كان الأكثر دموية هذا العام، سقط عشرات القتلى بمعارك قرب مأرب. أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني إنتاج إيران أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في حين تستمر المحادثات بفيينا وستترقب لما ستؤول إليه المفاوضات. قال السفير حسين الهريدي المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري إن القاهرة ترى أنه يجب ترجمة الإرشادات التركية الودية تجاه مصر إلى سياسات على الأرض. أعلن وزير الخارجية الإثيوبي رفض بلاده تدويل ملف سد النهضة، وأكد أنها لن تدعن للضغوط للقبول بالمعاهدات الاستعمارية بشأن النيل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.